موضوع على طول، ايه موضوع النحس؟ هل فعلا في حاجه اسمها ان انا زي ما كان خطيب بيقول كده ان انا ممكن اشوف مكان اتشائم منه او اشوف شخص اقول ده نحس بلاش اشوفه على الصبح او لبس او اي حاجه تبع الباكج دي؟ اولا طبعا هو كلمه نحس دي زي ما بنقول كده من الموروثات في المجتمعات في الوعي الجمعي. طيب هل الكلمه دي بتفيدني ولا بتضرني؟ يعني في الغالب ابتدينا نحط كلمة نحس دي لما بنحب نعمل شماعات. يعني ايه؟ يعني انا نزلت النهاردة، وارد جدا ان يومي ما كانش لطيف، فابدأ احطها انه النهاردة يوم 13 في الشهر، ابدأ احطها لانه الشهر ده انا اصلا ما بحبوش، ابدأ احطها لانه هو اليوم باين من اوله. فالفكرة انه انا ازاي فسرت ده من البدايه. عارف الشخص، انا دايما بحس ان الشخص اللي بيقولوا عليه منحوس هو شخص عنده سمات معينه، فمن اهم السمات دي ان هو بيربط الاشياء ببعضها. فتلاقي دايما المخ التحليلي اللي هو رابط اليوم، رابط بالقميص اللي كان لابسه، رابط بالساعه، رابط ده انا شفت البواب معدي وانا ما بحبش اشوفه الصبح. ففكره ان انا بربط الاحداث اللي بتحصل بالحاجات اللي هي بتبقى ظاهره قدامي، انا بحس ان ده نوع من انواع الشماعات اللي بنعلق عليها النتائج او الحاجات اللي بتحصل في يعني الحياة. عايزه تقولي ان الكلام ده مش حقيقي من الاخر؟ مش حقيقي. ولكن ايه اللي هيفيدني؟ ما هو انا ممكن اقول كده، يعني مش عايزانا نصدق للفكره او نستسلم للفكره. خلينا نقول وارد ان الفكره تكون صح بنسبه 10%، بس لو انا امنت بيها انا هتعطل. هلاقيني مثلا لو انا بتشائم من يوم الثلاث مش هنزل الثلاث، لو انا بتشائم من رقم معين كل رقم ده هيعطلني. وانا في الاخر اهم حاجه عندي اني انا اكون انسان فعال، اكون انسان منتج. صح. فكل ما انا فكرت انه ازاي اتغلب على ده، ازاي اكون انا متحمل مسؤوليه، وازاي ما اكونش بقى الشخص المنحوس او اللي بيحط شماعات، كل ما ساعدت نفسي اتغلب على الصعاب دي. بس برضه يا انجي ده بقى مثلا بيخليني اخد بقى الموضوع بنظره تانية. لو احنا مثلا بنتفائل او بنتشائم من شخص معين، خلينا نتكلم عن ان انا بتشائم من شخص معين، ان انا لو شفت بقول من الصباحت بوش مين والكلام ده كله، شعور الشخص ده ممكن يكون ايه لما هو طول الوقت انا بطلع عليه دايما سمعه ان هو نحس، او ان هو لما بشوفه او لما بيكون موجود في المشروع مش هيكمل؟ الشخص ده ممكن يكون شعوره عامل ازاي؟ ما هو زي ما انا قلت لك يا خطيب، فكره ان احنا ك ك ك كانسان احط شماعه على اي بني ادم. يعني مثلا انا المشروع عندي حصلت له مشكله، فعلق ده على ان انا شفت بني ادم، انا بحس ان ده قمه الضعف. انه بدل ما انا اقول ايه هي الاسباب اللي ادت لفشل المشروع، ايه هي الاخطاء، ازاي احنا تتبعنا ده، لان انا بمنتهى البساطه ابدا احط اتهام على شخص معين، او ابدا احط اتهام على يوم معين، او ابدا احط اتهام على سيزن. ما هو اصل ده موسم الكوارث. ما هو انت فاهمني. فنبدا نحط ده. بالرغم من كده، يعني خلينا نقول مثلا انه الناس الناجحه ممكن يستخدموا حاجه في منتهى يعني زي ما بنقول ايه، في السقوط. يعني مثلا وقت الكورونا، وقت الدنيا فيه كلها مقلوبه، وناس بتحقق مكاسب عاليه جدا، وناس بتحقق انتشارات واسعه جدا. بالزبط. بيحصل ولا لا؟ صح بالظبط. فازاي انا ابقى طول الوقت بركز على ايه اللي اقدر انا اعمله احسن بيه، بدل ما انا اسهل حاجه عندي كانسان غير مسؤول او كانسان مش عايز يبذل مجهود ان انا احط اتهامات على ناس، احط اتهامات على اشياء، احط اتهامات على مكان. بس طيب. ده فعلا حلو يا انجي، لان انت دلوقتي قلت حاجه ان فعلا من المأساويات اللي ممكن تكون في حياتنا بتخرج اجمل حاجه او ابدع حاجه ممكن تكون احنا عملناها في حياتنا، او انجح حاجه زي ما انت بتقولي. بالظبط.